بص انا مش هتكلم كتير، انا ريقي بيجري لوحده. بص اللحمه بتفك، بتاكل حته من السحاب كده، حاجه طريه قوي وطعمها قوي جدا. ايه دي؟ ازيكم؟ عارفين الاغنيه اللي كانت علامه في تاريخ الاكل بالذات في الوقت بتاع رمضان بتاعت فؤاد المهندس؟ ريحه صواني مفحفحه وكوستليتا مشوحه. الاغنيه دي كانت طول عمري بقول هو ايه الكوستليتا دي؟ ايه حوار الكوستليتا دي؟ لغايه لما قعدت بقى ابتديت ادخل في الحوار بتاع اللحمه والفلف واسال ايه الكوستليتا، لغايه لما عرفت ان الكوستليتا دي عباره عن الحته بتاع بيت الكلاوي الضاني بحاله كده بالديل بتاعه بالحركات الحلوه دي. الكلام ده في البقري بيبقى ليه اسم معروف جدا وكل الناس عارفاه، بس للاسف مش عارفينه في الضاني. هو في البقري اسمه تي بون او الحرف تي بتاعت العظمه دي، ده المنظر بتاعها هو هو منقول بالملي بس في الضاني. بس انا مش عايز اقول لكم هو في الضاني بيبقى عباره عن حته زبده، حته مزيجه تتاخد في البق كده تدوب والطعم فوق الوصف. فالنهارده هنعمل صينيه كوستاليتا ببصله محروقه بس حاجه فوق الوصف. يلا نقوم نعملها عشان هتبسطوا النهارده. الوصفه دي يعني هتخليكم متمزجين وانتوا بتاكلوا. يلا بينا. طب يا جماعه ايه بقى بيت الكلاوي او ايه الكوستاليتا او ايه الكلام اللي انت بتقوله ده او ايه اللامب؟ اللامبراك ده اسمه لامبراك بالانجلش، يعني بالانجليزي كده دي اسمها لامبراك او بيت الكلاوي بالنسبه لنا او الكوستاليتا. بتتاخد بين الفقرات، ما بتتاخدش من الضلوع، وبتتقطع. عايزه بقى جزار شاطر كده من الجزارين اللي هو بيروح يجيب السكينه كده من ورا ودنه ينزل عليها ضربه واحده تبقى عظيمه. ده المنظر اللي انتوا شايفينه ده. استنى بس ما تشيل الحاجات دي. ده المنظر بتاعها. شايفين الديل ده؟ الديل ده انا باخده زي ما هو كده، اخده الفه كده ويبقى ده المنظر بتاعها كده اهو. كده بالظبط. حتى هي بتتقدم بالشكل ده كده بالظبط. هبتدي بايه؟ بملح وفلفل اسود كالعاده. الملح بيأخر التسويه. اشاعه مغرضه. العكس. الملح بيعزز الطعم. مفيش حاجه اسمها الملح بيأخر التسويه، مش عارف الناس جابت الكلام ده منين. بالعكس، انت لو حطيت الملح ده وسبتها كده ساعتين ثلاثة قبل ما تبتدي الشغل، اللي هيحصل ان انت تلاقي اللحمة دي عرقت وطلع العرق ده او المية اللي طلعت من الالياف او من الانابيب اللي مليانة عصارة من جواها تطلع دوبة الملح وراح تاخدها ونازلة تانية، فبقى بيديها طعم حلو. فعندي ملح وفلفل اسود. نقلب ده كويس، ناخد كل اللي لازق ده. دلوقتي الطاسه بتاعتي سخنه مولعه، ابتدت تطلع الدخان. ايه الطاسه ظهري وتقيله، هنحط شويه زيت عشان هنعمل ايه الاول قبل ما ينزل باللحمه؟ هحمر البصله بتاعتي. انا عايز الصوص البني ده هيجي لي من اللحمه ويجي لي من البصله المحروقه، هي دي البصله المحروقه. تعالوا بس ناخد كده بصله بصلتين، عايزها تحرق كويس مش هنقلبها. بصلة فاحنا لما هنحط اللحمة اللي هيحصل ايه؟ ان كل اللحمة دي بالمرقة اللي هتتحط بالحاجات دي كلها، بص لها لمت كل الحرق والطعم بتاع البصله المكرمله اللي في الطاسه دي. نبتدي ننزل بالايه؟ باللحمه بتاعتي. هلفها كده زي ما هي. شايفين يا جماعه ده المنظر التي؟ ادي عظمه اهي، دي عظمه، شايفين دي عظمه اهي كده. ده المنظر بتاع التي بون اللي بتكلم عليه في البقري، بس هنا دي ضاني، فاحنا بنقول عليها بيت كلاوي او بنقول عليها كوستاليتا.
دلوقتي في الحبه اللي اللحمه بتحمر فيها هنعمل ايه؟ هنشوي قرنين فلفل خضر بتوعنا دول على النار على طول. ناخد حته زبده طيب. دلوقتي هنقلب بقى اللحمه بتاعتنا. بصوا خدت لون حلو ازاي. كده لون اللحمه بالنسبه لي عظيم حلو، بس هي لسه ما استوتش، احنا عايزينها تبقى بتتهري بقى. فايه اللي هيحصل دلوقتي؟ انا بشوح او بحمر فلفل الرومي بتاعي ده، لانه ده هيدخل في التتبيله بتاعتنا دلوقتي اللي على النار. طيب دلوقتي معايا فص او راس توم عاديه خالص. انا هنا هنزل بالتوم زي ما هو، مش هعمل حاجه خالص، هحط الباقي ده بقشره عشان يفضل محافظ على نفسه وماسك نفسه لغايه الاخر. بصوا شكل البصل بقى عامل ازاي. لسه عايزها تحرق تاني، لان الحرق ده بيديني فليفر قوي جدا ومركز في الصينيه بتاعه الكوستاليتا. طبعا مش عايز اقول لكم اللحمه عامله ازاي وريحتها عامله ازاي، احنا كده هنرفعها لانها اتشوحت من الجنبين كده خلاص. ليه بقى؟ لان انا عايز انزل بقى بالبصل والجزر والكرفس. كده طلعنا. هنعمل ايه بقى؟ هننزل بالبصل المتقطع عادي رفيع بتاعي. خلي بالكم انا في الاخر البصلات دي ممكن اتخلص منها، لان هي في الاخر هتبقى محروقه قوي حلو، بس انا هو ده اللي انا هشتغل بيه. انا عندي هنا بصل ابيض وعندي جزر متقطع ناعم خالص فيري فاين، اللي هو البرنواز الخفيف المتقطع رفيع قوي. وعندي الكرفس بتاعي برضو نفس التقطيع عشان كلهم يستووا في نفس التوقيت. معايا هنا طماطم كونكسيه. ايه الطماطم الكونكسيه دي؟ الطماطم بنشيل قشرتها وبنتخلص من البذر بتاعها وميتها. انا ولا عايز بذر ولا ميه ولا قشره. ايه اللي بيحصل؟ بقطعها بديها علامه اكس في الارضيه بتاعت الطماطميه، احطها في ميه سخنه لمده 20 30 ثانيه، اطلع احطها في ميه متلج، هبص على القشره دي فصلت لوحدها حلو. فاحنا هنجيب الطماطم دي زي ما هي كده برضو، ولو مثلا هتاخد طماطميتين برضو هنقطعهم نفس التقطيعات بتاعتنا. يبقى كده دي الطماطم بتاعتي اهي. لحم بس، ولا بذر ولا قش ولا ميه، عشان مش عايزه تقلي مني صلصه، انا عايز الطعم بس مش اكتر من كده. حطيتها امتى؟ حطيتها لما ابتدى الخضار نفسه اللي حواليها ده يدبل، مش بحطها من الاول كده. دي تمام. ورقه اللورا دي الفريش الخضراء دي بيبقى ام 5 ورقات من الدراي الناشف، بس دي يعني بتبقى عظيمه. تاخدوها كده تكسروها تحطوها هنا معاها كده. عندي ورقتين لورا هيدوا طعم ابن لذينه في الصينيه دي. دي اللي هما كانوا زمان يقولك بخرها بالمستكة او بالحبهان، فحتى ممكن برضو لو انتوا عايزين تحطوا مستكة وحبهان هنا هتبقى عظيمة. حط بقى قرن فلفل حامي كده او قرن فلفل واحد كفاية عشان ما تبقاش حامي قوي. هنشيل بس البذر ده وهنحطهم زي ما هما كده، عشان لو حد مش عايزها تبقى حامي قوي يقدر يشيلها بسهولة. كده فلفل الرومي بتاعي اتعمل خلاص زي ما هو كده، زي ما هو هاخده زي ما هو كده بالثواب بتاعه ده والحرق العظيم ده، الاثنين دولت كده. وهعمل ايه؟ هغطيهم بالاسترتش ده. ليه؟ لان انتوا لما هتغطوه وهو سخن كده هيعرق، فلما يعرق يبقى سهل قوي ان انتوا تفصلوهم، تفصلوا الحته المحروقه دي عن الجسم بتاع الفلفلايه نفسها. هنسيبه كده مثلا 10 ربع ساعة عشان الحاجات دي كلها تفصل، وده يفضل قاعد بقى بيطرى ويبقى حلو.
في نفس الوقت بقى هنعمل ايه؟ هنعمل بقى الخلطه اللي هنختم بيها صينيه الكوستاليتا العظيمه دي. هيبقى عندي فلفل اسود، كبابه صيني، وعندي جوز الطيب، ومعايا ملح مع بعضه كل ده، وهنحط الكلام ده كله في الهون وهنضربه. هناخد كبابه صيني، هناخد مثلا 5 وحدات كده او 6، كبش فلفل اسود. كبابه صيني بتفرق قوي في التيست، بتفرق قوي في التيست. هيبقى عندي ملح، ممكن نكسر دي كده كده هندقها بالهم. جوز الطيب، فانت لو عايزين تكسروها او تبشروها براحتكم. عندي بس ربع واحدة كده مثلا، ممكن هي نكسرها تاني عشان دي لو كترت بتمرر. ناخد الكبيرة وهندق بقى الكلام ده. طيب دلوقتي هنعمل ايه؟ هناخد معلقة الا ربع دي مثلا عشان اتقل الصوص بس بتاعي. عندي هنا سمنة وزيت كتير، فانا مش محتاج ان انا ايه ان انا احط تاني. بس هنوسع كده شوية كده، ونسيبه يتحمر حبة. لازم الدقيق يتحمر ويستوي. الدقيق لما بيتاكل ني بيتعب المعدة، فلازم هنا يتحمر وياخد لون عشان الدقيق كمان طعم. هننزل بقى بالمرقة بتاعتي، تبتدي بقى تطري الخضار ده كله، تحط فيها اللحمة، فتبتدي تطرى واحدة واحدة كده. وقبل ما نحط بقى معاها الفلفل الرومي، طعم هيبقى مدخن مع اللون البني بتاع اللحمه مع البصله اللي انتوا شايفينها دي. هبص تلاقي بتاع ده بقى لونه بني مكرمل وطعمه وهمي. زي ما انتوا شايفين هو معرق حلو، ريحه التدخين تخبطكم على طول في مناخيركم وانتم تفتحوا الكيس كده على طول. هنشيل كل المحروق ده، بس مش هنشيله قوي، احنا عايزينه برضو لان هو بيديني طعم. هنعمل ايه بقى؟ هنبتدي نفرمه. هنفرم كويس. خدت بالكم التقطيع اللي عندي هنا عامله ازاي؟ انا عايز نفس التقطيع هنا. الفلفل الرومي المشوي ده خلص، فلفل رومي مشوي اخضر، هنعمل زي ما هو كده. خدتوا بالكم ان الصوص اصلا ابتدى يتقل من دلوقتي اهو، خلاص. نقلب بقى. الريحة خزعبلات كده، تمام. انا ابتدي اقدر دلوقتي احط اللحمة بتاعتي. هعمل ايه؟ هحط اللحمة بتاعتي، هغطي بورق الفويل، وهدخل الفرن على درجة حرارة 160 لمدة ساعة الا ربع بالظبط. للاول قبل اللحمة، بس طبعا نسيت اقول دي قبل اللحمة، التتبيلة اللي احنا عملناها دي، جوز الطيب، الملح، والكباب الصيني. كده بقى نبتدي ننزل اللحمه بتاعتنا. وما تنسوش دي اهم حاجه، شويه البهاريز اللي في الاخر دي كده، اوعوا ترموهم دول. نغطي بفويل. وندخل الفرن. هي ريحة مش طبيعية، بصوا ريحة وهمية تعب كل الناس اللي حوالينا. نفتح يلا. بصوا انا مش هتكلم كتير، انا ريقي بيجري لوحده. الريحه بس، انا هوريكم بس منظر الصوص بقى عامل ازاي. بصوا الصوص ده والبصله، انا عن نفسي اكل البصله دي. انا ادوق بس الايه الصوص الاول. انا اعتقد انتوا لو جربتوا الصينيه بتاعت الكوستاريتا دي
دي حرفيا هتبقى احلى حتة لحمة هتاكلوها في الحياة. بصوا اللحمة بتفك دي تتاخد كده مع طبق رز زي ده كده، بناخد معاها الحتة دي كده. عارفين لما تبقوا بتاكلوا حته كده، حته بتاكلوا حته من السحاب كده، حاجه طريه قوي وطعمها قوي جدا. ايه دي جماعه؟ مش هتكلم كتير. صينيه كوستاليتا بالبصل البني محروقه، جربوها وادعوا لي بجد عشان انتوا يعني هتتوهموا. سلام. كل وصفاتنا تجدوها حصرياً على موقع الوصفة.com.